انا كابن هنا بابن منطقه شاطئ الراحه عين السبع، فقنا على ان راه قالوا لنا شي باخره انها جنحات هنايا. فاش جينا لقينا بصح راه خرجت باخره، كانوا ديك الساعه كانوا وصلوا البوليس، كانوا وصلوا الناس اللي غادي يامنوا المنطقه. جينا حنا على قبل، قلنا حيت كبر خطات كيخرجوا الباركوات ديال الصيد تقريبا، هذا راه ثالث باطو اللي غادي يخرج في هذه البلاصه. كنجيو هنا كنقولوا على ود باش نساعدوا في الانقاذ وداك الشيء، حيت بحكم ابناء المنطقه كاملين ولاد البحر وبحاره. جينا على قبل بالزعماء اللي كانت في حال هكا، الحمد لله لقينا ان الطاقم كامل مزيان لاباس عليه، الباخره وصلت لبر الامان كما كنقولوا، واخا خساره ماديه ولكن المعنويه خساره ماديه ولكن البشريه راه ما كانتش الحمد لله. البحر كان واعر البارح، البارح كان اخر نهار في العوريه، كانت مريه قمريه، دونك كان البحر كبير، ويعني اي باطو كون وصل هذاك النيفو اللي وصلت فيه هذه كان غادي يخرج واخا يكون كيف ما بغى يكون الحجم ديالو. ما نقدرش نقول لك منين جاي وفين جاي حيت ما عنديش الرابور، حتى واحد ما غادي يقدر عنده الرابور من غير السلطات، حيت الرابور كيبقى زعما كيبقى سكري. على الدرابو اللي فيه، دابا الدرابو اللي داخل حيت هو ديال المغرب، والطاقم اللي فيه افارقه، يعني ما نقدرش نقول لك انا باخره منين بالضبط.